عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب الإسلام، كيف الحال؟ بفضل الله نحن الآن في قرية كرياتي. قرية كرياتي، القرية دي زي ما انتم شايفين كده على الريل ويل والمحطة، مش محطة، الطريق، طريق القطار اللي بيربط بين ملاو وموزمبيق للبضائع. القرية دي بتشكي من عدم وجود أي مصدر من مصادر الماء في القرية، فطبعا جينا القرية النهاردة وبنعمل بس مباشر مع حضراتكم عشان نشوف الناس دي بتشرب منين. أدينا ماشيين، ده بداية الخطر، إن المكان ملوش الحفرة أو الأمر ده ملوش غير المكان ده، إن الأولاد أو الناس يمشوا على المكان ده أو يمشوا وسط الغابات تحت بقى زي ما انتم شايفين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي ما انتم شايفين ده طبعا الريال ويل ده اللي هو الخط بتاع القطر ده، بيربط ما بين موزمبيق ودولة ملاوي، بضائع فقط. احنا ماشيين معاهم دلوقتي عشان نشوف بيشربوا منين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مازن، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل أستاذ عبد الرحمن، دي في دولة ملاوي، قرية كرياتي، مدينة بلانطير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك دي، احنا دلوقتي ماشيين مع الناس، الناس سبقونا هنا وخلاص عشان نشوف المكان اللي بيشربوا منه. ودي أول قرية من قوافل الإغاثة النهاردة. طبعا احنا بنزورهم بداية عشان نشوف المكان اللي بيشربوا منه. قدامي أنا اتأخرت عنهم، بارك الله فيك، لكن هنشوفهم دلوقتي. وعليكم السلام ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كل المسافه دي اللي بيمشوها علشان يعصروا على الماء، الماء اللي احنا بنفتح الحنفيه بمنتهى السهوله بنلاقيه. الحمد لله على هذه النعم. دي موسم امطار دلوقتي، الامطار هنا 3 اشهر، موسم الامطار صيفي، احنا في الصيف عكسكم، انتوا في الشتاء احنا في الصيف. تنزل الامطار تشوف البلاد زي ما انتم شايفينها كده. طيب، وده طبعا حتى مكان للمقابر، مقابرهم يعني. تروح المطر تشوف الارض دي قاحله فينا كده. طيب، وده طبعا حتى مكان للمقابر، مقابرهم يعني. تروح المطر تشوف الارض دي قاحله، يعني حاجه صعبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم، الغالبيه العظمى منهم مسلمين بفضل الله. جينا المكان اللي بيشربوا منه. السلام عليكم. ده المكان اللي بيشربوا منه. السلام عليكم. مربانجي زكومو، ده المكان اللي بيشربوا منه. يستنوا بقى لغايه ما يتجمع الميه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ويا ريتها طبعا ميه نظيفه، يعني ميه تشترك معاهم الحيوانات عزكم الله. دي قريه كرياتي، فوق ال 100 زي ما انتم شايفين الناس والاطفال وكل شيء، فوق ال 100 اسره، فوق ال 150 كمان، ما لهمش مصدر للماء
غير هذه الحفر الموجودة في الأرض. سبحان الله. غير نعم ما شاء. غير نعم ما شاء. What is Afum? Afum is yeah. You are the Afum. You can speak in English. I don't know English. Yeah? No, no. No. Okay. How long is the people here drink from here? I wonder what you got. Entire Italy banja. I know what an entire Italy banja. And how come my mother was about 19 years. How come about the Zagas of 1 and 9? Yeah. He's talking about. How 90. Old are you? I don't mind when Zagas and got 58. 58. Yeah. She drink all her life from here. Yes, she's saying there. Yeah, سبحان الله. يعني منذ أن ولدوا يقينا ليس عندهم مصدر الماء في هذه القرية إلا هذا. نعم. طبعا يا شباب الإسلام إحنا بنعمل بث مباشر عشان الناس تشوف بعينيها. ده بث مباشر وأهل القرية موجودين وبيشربوا المكان ده. بيشرب المكان ده. لذلك سبحان الله يعني علمنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من افضل الصدقه سقيا الماء لما شفنا بعينينا الناس دي قد ايه بتعاني من عدم وجود الماء. اسال الله وي ويل دو اور بيست ان شاء الله. لا قلنا قولي ان شاء الله على فونا زيجديكا نجي قولاني تو ميك برهول فيري سون هير ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي زكومو كمبيري زكومو كمبيري ان شاء الله. ان شاء الله. الله المستعان ان شاء الله. قرية كرياتي ما يقرب من 100 أسرة وأكثر والله 150 أسرة بفضل الله تعالى ليس لهم مصدر للماء إلا هذه الحفر التي يشربون منها. زي ما تشوفين كده المرأة تاخد الماء وتمشي المسافة كلها دي اللي احنا مشيناها على الريال ويل القطر طريق القطر تمام ويفضل ماشي بهذه الطريقة. فمن لهم أعزكم الله. الرقم التواصل واتساب موجود على الفيديو بارك الله فيك موجود في العنوان. انشروا مثل هذه الفيديوهات لأهل لعلها تصل إلى أهل الخير والدال على الخير كفاعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى قرية أخرى بفضل الله تعالى. تابعونا إن شاء الله بعد تقريبا ربع ساعة نص ساعة نذهب بالسيارة إلى قرية أخرى تعاني ونفعل بث مباشر إن شاء الله إن وجدنا الند. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.